بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بالآية بتبين أمرين. الأمر الأول إن أهل الكتاب واثقين تماما أن القرآن من عند الله، والمخبر هو الله، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هذا النقطة الأولى. ثم إيه؟ ثم الحرب الشعواء اللي شغالة على الإسلام وعلى القرآن دي شيء ملفت للنظر، شيء مزعج. الأمر الثاني في الآية أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. معنى كده أن القرآن نزل فيه كل ما يختص بحياة الإنسان في هذه الدنيا وعلاقة الإنسان بغيره في هذه الدنيا وحكم ما بين الناس في هذه الدنيا، ولم يغفل القرآن شيئا. لأن كلمة مفصلا معناها إيه؟ ما سابش حاجة. مش بس ما سابش حاجة، معناها إن كل حاجة واضحة مفصلة مبينة موضحة. ثانية صح أن يبتغي الإنسان حكم ربنا يسوى فإيه اللي بيخلي الدول الإسلامية تسيب كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتطلب الحكم في غيره، فتبقى في أحكام وضعية مستمدة من القانون الفرنسي مثلا كما في مصر؟ طبعا هو دلوقتي الدستور بيقول ان التشريع الاسلامي هو الاصل، وتعليمات صادرة لمجلس الشعب من رئيس الجمهورية الا يصدر قانون من مجلس الشعب مخالف للشريعة. الحمد لله. هذا فيما هو آت، اما فيما هو فات وماضي ففي قوانين محتاجة للتعديل لازم، والا الآية دي شاهد عليهما وحجة على أولي الأمر. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا من التلفين أنه إحنا مش عاجزين عن استخلاص الأحكام من كتاب الله، وإن كتاب الله مش قاصر أو فيه نقص، فيه كليات وفيه جزئيات، وكل ما استجد من أموره في التجارة أو في الصناعة أو في المعاملات أو في أي شيء تقدر تحطه تحت الحكم الكلي، أو تقدر تحطه تحت الأحكام الكلية وتشتغل على هذا الأساس.